شباب فاركو. ودي بقى النهارده يعني زي ما احنا بنسلط الضوء على قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، بنسلط الضوء على كل قطاعات الناشئين. دي النهارده مباراه كانت مقامه في بطوله الشباب مواليد 2001، شباب فاركو يفوز على الزمالك بسداسيه في دوري الجمهوريه. لما نشوف فريق زي فاركو بيفوز على الزمالك في بطولة الجمهورية وبنتيجة كبيرة وثقيلة 6-1، يبقى النهاردة بنقول تحية لكل القائمين في فريق فاركو وقطاع الناشئين في فاركو. لما تهزم الزمالك 6-0 النهاردة، دي نتيجة كبيرة. النهاردة لما نتكلم عن قطاع الناشئين بفاركو، لا ده يبقى في قطاع ناشئين محترم، ناس بتشتغل بأسس علمية، ناس بتضم عناصر ولاعبين مميزين. علشان كده يبقى تحية لكل القائمين في فاركو على هذه النتيجة الكبيرة والثقيلة اللي بيفوزوا النهاردة على نادي الزمالك مواليد 2001 بسداسية. نروح نشوف مع بعض بقى نتائج مباريات الأسبوع الرابع من دوري الجمهورية مواليد 2001. الأسبوع اللي فاز منذ قليل النادي الأهلي على البنك الأهلي بثنائية، نشوف مع بعض. الأهلي فاز على البنك الأهلي 2-1، وفوز فاركو بسداسية على الزمالك، والتعادل الإيجابي بيراميدز مع القناة 1-1، وفوز زد على أسوان 2-1، والتعادل السلبي المقاولون أمام إنبي 0-0، وغزل المحلة يفوز على مصر المقصة بثنائية، وفوز فيوتشر على الجونة 1-0، والتعادل السلبي المصري أمام طلائع الجيش، وفوز الاتحاد السكندري 3-0 على الإسماعيلي. نروح مباريات الأسبوع السادس من دوري الجمهورية مواليد 2005. الأسبوع السادس، الجولة اللي انتهت بفوز النادي الأهلي بثنائية على إنبي. فوز الأهلي على إنبي 2-1، فوز طلائع الجيش على البنك الأهلي 1-0، فوز الإسماعيلي 1-0 على زد، تعادل السلبي المصري أمام فيوتشر، تعادل الإيجابي بتروجيت أمام مقاولون 1-1، التعادل الإيجابي الاتحاد أمام سموحة 3-3، وفوز الزمالك على بيراميدز 2-1، وفوز فاركو على سيراميكا 1-0، وفوز وادي دجلة على غزل المحلة 3-2. نروح لنتائج الجولة الثالثة لكأس مصر للناشئين مواليد 2006. 2006 فريق النادي الأهلي اللي خلاص وصل للمرحلة قبل الأخيرة. نتائج المجموعة الأولى، فوز الأهلي على سيراميكا 4-0، وتعادل إيجابي حرس الحدود أمام سموحة 1-1، وصعود النادي الأهلي في الدور قبل الأخير أو التصفية قبل الأخيرة في بطولة كأس مصر للناشئين. نتائج المجموعة الثانية، فوز إنبي على الإنتاج الحربي 6-1، وفوز الزمالك 3-0 على بتروجيت. المجموعة الثالثة، التعادل الإيجابي فيوتشر مع وادي دجلة 1-1، وفوز زد على غزل المحلة 6-0. نتائج المجموعة الرابعة، فوز المقاولون العرب 1-0 على الإسماعيلي، وفوز البنك الأهلي 1-0 على المصري. نروح لمباريات الأسبوع الخامس. بنقدم لحضراتكم كل المباريات ونتائج كل المباريات سواء في الدوري أو كأس مصر الناشئين. مباريات الأسبوع الخامس من دوري الجمهورية مواليد 2003، فوز الأهلي على المقاولين 2-1، وفوز حرس الحدود على مصر مقصة 3-0، وفوز الداخلية 1-0 على غزل المحلة، فوز سموحة 3-0 على بيراميدز، وفوز الزمالك 2-0 على بتروجيت، وتعادل إيجابي البنك الأهلي مع أسوان 1-1، والتعادل الإيجابي إنبي مع المصري 1-1، وفوز الإسماعيلي 2-0 على زد، والتعادل السلبي سيراميكا مع فيوتشر 0-0، وطلائع الجيش يفوز بخماسية على الاتحاد 5-1. نروح لفاصل سريع، وبعد الفاصل متواصلين مع حضراتكم مع أخبار الناشئين والأشباه.